بالنسبة لثابت أيمن عبد النور باش يدخل في التمارين معنا اليوم إن شاء الله، مازال محمد أمين بن عمر مازال مش حاضر 100%، إن شاء الله يعاوننا في الماتش اللي بعده إن شاء الله. بالعكس الأخطاء زيت حافزنا باش نخدموا أكثر باش نصلحوا أمورنا من توا، خير ما جينا دي بروبليم في وسط التورنوا اللي تقلقنا مليح. إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلفوا، إن شاء الله نعاونوا صحابنا بالنسبة للديفونس والأتاك اللي باش تعطينا أكثر ثقة والمكيو بنتويت، وإن شاء الله نعديو كام به. نشوف الوجوه ناس كل معناها فرحانة بالنسبة للمسؤولين الجواريات الإعلاميين، ناس كل بوزيتيف، إن شاء الله نكونوا يد واحدة مع المنتخب ويبعثوا لنا ميساج باهي باش احنا الجواريات ناخذوا شحنة، وإن شاء الله بقدرة ربي كان باهي ونجيبوها إن شاء الله. شكرا شمس الدين. شمس خليناها باردة في الكورس، الناس خويا شوية بدل الطقس ما يقلقكمش شوية. صحيح بالنسبة لي احنا عندنا الاكسبيريونس تاع الطقس تاع الزفريكان تعودنا به، سخونة برشا هوني، إن شاء الله معناها الثلاثة أربع أيام هذوما باش ناخذوا فيهم نتعودوا على الطقس، وإن شاء الله لجورجي نكونوا حاضرينكم بالفو إن شاء الله.